في حلقة النهاردة كده خلينا نتكلم على الإعلان بتاع الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل الأنيميشن انفينسيبل. وطبعا هنا لو ما عندكش خلفية عن المسلسل ده فخليني كده بسط عليك الموضوع واشرح لك بسهولة. مسلسل انفينسيبل الموسم الثاني المفروض ان هو اتعرض معانا في نهاية السنة اللي فاتت. نعرف بعد كده ان الموسم الثاني ده هيتقسم لجزئين، اول جزء معانا وده اللي اتعرض في نهاية السنة اللي فاتت وطبعا كان من 4 حلقات. وهنا لو انت متابع لسه جديد المسلسل فخليني اقول لك ان انا عامل لك هنا على القناه ملخص لاول 4 حلقات وكمان مراجعه سريعه، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن او في الاي اللي فوق، فعشان تفهم احداث الجزء الثاني من الموسم الثاني روح اتفرج على الحلقه دي، بعد كده تعالى اتفرج على الاعلان عشان تتابع بعد كده الجزء الثاني من موسم انفينسيبل. وطبعا كلنا عارفين ان المسلسل ده ماخوذ من الكوميكس انفينسيبل مباشره لمسلسل الانيميشن. في كلام كتير او اخبار منتشره ان احتمال يخلوه لايف اكشن بعد كده. كده بعد كلامي ده فهمت الدنيا او وضحت لك بشكل كبير عن المسلسل ازاي ماشي بالظبط. فكالعادة كده الاسطمبة بتاعت كل مرة، لو انت اول مرة تدخل هنا على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول، واللايك والكومنتات، ويلا بينا نبدأ. في الجزء الاول من الموسم الثاني ال4 حلقات اللي احنا اتفرجنا عليهم، المسلسل هنا مع كل حلقة بيخترع لك او بيبني لك شرير مختلف، وطبعا الشخصيات دي اللي هنكمل معاها مع الجزء الثاني من الموسم الثاني. لكن الواضح من ال4 حلقات اللي فاتوا الشرير اللي هيستمر معانا على مدار المسلسل وهيكون هو اقوى شرير فيهم كلهم الشخصيه اللي اسمها انغاسترام. طبعا دي شخصيه بتقدر انها تتنقل عبر المالتي فيرس. بكل بساطه كده عزيزي المستمع هي شخصيه عامله زي كانج تابع لعالم مارفل. فال4 حلقات اللي فاتوا كان في حلقه لشخصيه انغاسترام وبيعرفك عليها، كمان الحلقه الثانيه كان على ملك المحيطات، والحلقه الثالثه عن شخصيه ألان، وده طبعا مش شرير لكن لازم يعرفك على الشخصيه عشان هتظهر معانا بعد كده بشكل كبير. نروح للحلقه الاخيره او الحلقه الرابعه اللي حرفيا كان فيها مطحنه فوق ما تتخيل، عشان نشوف شخصيه اومني مان مره تانية بتتقدم معانا، علشان في الاخر نشوف ان قوات الفايتس بتاخد اومني مان وبعدها بيتقدم معانا الجنرال كريج، واللي بيعرف بعد كده شخصيه مارك ان هو فعلا قدر انه ينجو من المعركه الاولى الحقيقيه. بصراحه قدر انه ينجو ازاي ده واصلا مارك ما فيهوش حته سليمه، عشان بعدها نتساءل ايه اللي هيحصل في الجزء الثاني من الموسم الثاني من المسلسل. فاحنا اول حاجه كده بنشوفها في الاعلان نشوف فريق الابطال كلهم متجمعين وعلى راسهم شخصيه امبورتر وكمان انفينسيبل. واضح كده ان هم في سفينه فضاء وقدروا ان هم ينقذوا طاقم فضاء وبعد كده قدروا ان هم يرجعوا لكوكب الارض، وده واضح من الشخص اللي معاهم لابس بدله فضاء. نسبه كبيره الحلقه دي هتكون عن المريخ الكائنات الغريبه المتواجده عليها، وطبعا دي اتقدمت منها جزء في الموسم الاول وكمان جزء في اول 4 حلقات من الموسم الثاني، اكيد هيظهروا معانا في بقيه الموسم الثاني يعرفك مدى خطورة الكائنات دي. بعد كده في اللقطة دي بنشوف شخصية دونالد وهو باصص لسيسيل، بنسبة كبيرة برضو في بقية الجزء الثاني من الموسم الثاني يبتدي يبحث كده ويشوف شخصيته هي عبارة عن ايه بالظبط، اللي هو انسان آلي ولا هو بشري. نتفرج على المسلسل عارف شخصية دونالد هي مصيرها ايه. بعد كده في لقطة سريعة بنشوف شخصية انفينسيبل وهو لابس قناع اكسجين، فبيوضح كده انه احتمال كبير ينزل في المحيطات مرة تانية وممكن يكون في مشكلة مع ملكة المحيطات. بنشوف برضو لقطة تانية لانفينسيبل غالبا كده ان هو هيرجع مرة تانية لكوكب الارض. بعد كده بيتقدم معانا فريق الابطال وقدامهم سيسيل، والإما هنا هم كلهم بينظروا لشخص معين وممكن يكون هو مارك او انفينسيبل، اما بيشاهدوا معركة كبيرة. بنروح بعد كده للكوكب اللي حصل فيه دمار وخراب في اخر 4 حلقات عشان نشوف هنا لقطات كده حزينة لشخصية انفينسيبل، وبعد كده بنشوف الشخصيات بتاعت الكوكب دي اللي يعتبر هي اصلا حشرات تساعد انفينسيبل مرة تانية، واللي بنسبة كبيرة هو يشفم الجروح اللي في جسمه عشان بعدها يقدر ان هو يساعد سكان الكوكب ده على اصلاح الكوكب مرة تانية. طبعا في اللقطة دي بنشوف ان هو لابس نفس الزي اللي كان لابسه اومني مان، فاحنا بنعرف هنا كده ان شخصية انفينسيبل هي مش هتتأثر بالجروح لفترة طويلة. بعد كده بيتقدم معانا شرير قوي وضخم وطبعا واقف قدامه فريق الابطال، ولكن الظاهر ان الشخصية دي قوية جدا لدرجة انت لو بصيت في اللقطة دي هتلاقي ان في شخصيتين تقريبا من فريق الابطال دول مهزومين من الشرير ده. لما نيجي هنا نبص على فريق الابطال ده هنلاقي ان العدد بتاعه زاد عن المعتاد، ظاهر كده ان شخصيه امبورتال اللي هو القائد الفريق قدر ان هو ينجح في انه فعلا يكون فريق قوي وفريق كبير. بعد كده بنشوف ان في فريق هيصعد للفضاء، واللي بنسبه كبيره الحلقه دي هتكون فعلا خاصه بالوحوش بتاعه المريخ، هتكون مرتبطه بشكل كبير مع اول لقطه في الاعلان ده علشان نشوف سيسيل بيطلب من مارك او انفينسيبل ان هو يرجع للفضاء مره تانية
واللي بعد كده بنشوف رياكشن مارك على وشه. انا من الاخر انا لسه راجع من الفضاء، هتروح توديني مره تانية للفضاء؟ علشان هنا نعرف، واللي واضح ان بيكون فيه هجوم فعلا على مركبه الفضاء دي، كائنات غريبه. وطبعا زي ما وضحت لك كده ان الكائنات دي هي من على كوكب المريخ. خد بالك ان الاحداث اللي احنا وصلنا ليها دلوقتي دي بيتم ربطها من احداث الموسم الاول، واللي بيتضح بعد كده ان الوحش ده بيقدر فعلا ان هو يسيطر على 2 من فريق الابطال، اللي في الغالب كده فعلا ان هو هياخد كام واحد كده معاه. طيب بنعرف بعد كده ان المفروض الجزء الثاني من الموسم الثاني من مسلسل انفينسيبول هيتعرض معانا يوم 14 مارس، علشان نروح بعد كده للمكان اللي محتجز فيه شخصيه اومني مان، وهنا بيكون واضح الضرب اللي كان واخده على وشه من المعركه الاخيره اللي حصلت في الحلقه الرابعه. نشوف كده مواجهه ما بينه وما بين شخصيه جيريك. صراحه من وجهه نظري شايفها شخصيه جحده، كنت شايف ان شخصيه اومني مان شخصيه سوداويه وشخصيه عنيفه، طلع فيه اللي اعنف منها. بعد كده بنشوف لقطه لشخصيه جديده معانا، واللي في الغالب هو بيتكلم لشخصيه انغاستروم، انا شايفه هو الفيلم بتاع الموسم الثاني بالكامل، عشان بعد كده نشوف بوابات واللي هو غالبا بيتنقل عبر المالتيفيرس في الوقت ده. فاثناء هنا تنقلات انغاستروم عبر البوابات وعبر المالتيفيرس، بشوف كده لقطه سريعه لشخصيه سينس دوج اللي اتقدمت برضه معانا في اول 4 حلقات في العالم ده، وغالبا كده حاجه من الاتنين، لا اما هي في العالم ده شخصيه مشهوره زي ما عرفنا كده، لا اما هي شخصيه سوبر هيرو حقيقيه. بعد كده بنشوف شخصيات غريبه، وغالبا الشخصيات دي تبع فريق السحالي، اللي برضه شفنا الفريق ده بيتكون معانا في الحلقات اللي فاتت، وهم في الغالب هنا في موقع الابطال، عشان بعد كده نشوف ان هو بيحصل فايت ما بينهم وما بين بعض. نشوف بعد كده لقطه تانية لشخصيه انغاستروم، غالبا هنا كان بيقدر ان هو يفتح بوابه، عشان في اللقطه اللي بعدها نشوف بقى الحلقه اللي هتكون تابعه لكوكب المريخ او الكائنات اللي جايه من هناك، وهما بيحاوطوا فريق الابطال. من واضح كده ان هم قدروا يسيطروا على شخص من طاقم الفضاء، وبدا بعدها بالهجوم على فريق الابطال. بعد كده بنشوف لقطه لواحد من فريق الفايتس، وغالبا الشخص ده هو الجنرال جيريك، تقريبا هنا بيوصل لكوكب الارض. نشوف بعدها لقطه لديبي وكمان انغاستروم، دي انا مستبعده بصراحه ان الاتنين ممكن يكون هما كانوا قصاد بعض، في الغالب هي ديبي هنا كان الرياكشن بتاعها عن حاجه مختلفه، وانغاستروم كان بيكلم شخص تاني وغالبا هو مارك. بنشوف بعد كده لقطه سريعه لشخصيه من شخصيات السحالي، بس بنعرف كده ان اللي ضرب انفينسيبل مش هي، من واضح كده من ايده ان هو واحد من فريق الفايتس، غالبا ده هيكون الجنرال كاريك. برضه بنرجع تاني لمشهد المطحنه اللي هيحصل ما بين فريق السحالي والفريق الابطال، في الغالب كده هنحصل على خسائر كتيره هنا. بنشوف بعد كده لقطه لانفينسيبل وهو متواجد في صحراء، علشان بعد كده تفتح بوابه ونشوف منها انغاستر، وفي الغالب كده يحصل ما بينهم الاتنين مواجهه وهيتنقلوا عبر المالتيفيرس، وده اللي واضح من اللقطات اللي بعد كده. بنشوف هنا بوابات بتتفتح، وبنشوف شخصيه انفينسيبل بزي ومن غير زي. بعد كده بنشوف شخصيه ليفنغستون اللي اتقدمت برضو معانا في اول 4 حلقات، وهو كائن مريخي بيقدر ان هو يغير شكله لاي شكل هو عاوزه، وهو بيحارب الكائنات الغريبه من على كوكب المريخ. بعد كده بنشوف شخصيه انفينسيبل وهو فايت مع شخص معين، مش عارف بصراحه، شاكك هنا ان ممكن يكون دي شخصيه انغستروم. بعدها بنشوف امبورتال مع الان، شخصيه الان دي اللي اتقدمت معانا في الحلقات اللي فاتت من اول 4 مواسم، غالبا كده هيحصل ما بينهم فايت لحد ما امبورتال يعرف ان ده مش شخص شرير. زي ما وضحت لك كده من شويه ان اللي بيضرب انفينسيبل ده غالبا هو كيرينج، برضه بنشوف قدم شخص من الفايتس بيتحط على رقبه انفينسيبل، غالبا ده هو نفس الشخص. في كام برضه لقطه ورا بعض بنشوف برضه في شخص تاني بيضرب شخصيه انفينسيبل، ولكن من النظره دي غالبا ده شخص غير كيرينج، مش عارف، شاكك ان الشخص ده هو انفينسيبل او مارك ولكن من بعد تاني، وده غالبا هيجي عن طريق انغاستروم. ظاهر كده ان احنا هنشوف ما بينهم معركه رهيبه. برضه في نظريه تانيه ان الشخصيه دي ممكن تكون واحده كده هتكون هي اللي ظهرت معانا على مدار الاعلان وهي بتضرب انفينسيبل، اللي ارسلها لكوكب الارض هو جيش الفايتس، واللي على حسب الكوميكس ان في الغالب كده شخصيه انفينسيبل هتقع في حبها. علشان بعدها نشوف كام لقطه ورا بعض، ولقطه منهم كده بنشوف ان انفينسيبل بيتضرب ضربه وحشه قوي، علشان نوصل للمشهد اللي في نهايه الاعلان والشخصيات كلها متجمعه وهم في حداد على شخص ما. فانا لما اجي اركز على كل الشخصيات اللي موجوده الاقي اول حد فيهم شخصيه مارك او انفينسيبل موجود، بل كمان جميع الابطال موجودين، ولكن للاسف مش متوضح مين بالظبط اللي ممكن يكون مات وبيعملوا عليه حداد. علشان في النهايه نشوف لقطه كده سريعه لشخصيه مارك او انفينسيبل، ولكن لو ركزنا فيها نلاقي ان هو مختلف تماما عن الشخصيه اللي احنا عارفينها، بل كمان في رداء اصفر خلف البدله، فيوضح كده ان دي بنسبه كبيره شخصيه من بعد تاني بيقدر يعمل حاجه زي دي هي شخصيه انغاستروم. علشان دي تكون كده اخر لقطه معانا في الاعلان، اكيد هتسيب تساؤلات كتيره جدا، احنا هنشوف كام نسخه من شخصيه انفينسيبل او مارك بقيه الموسم الثاني، بل كمان يا ترى انفينسيبل هيقدر يواجه كل الشخصيات دي ازاي لوحده.
هل شخصية أومني مان هترجع مرة تانية ولا هتفضل محجوزة عند الفايتس تكون في النهاية مصيرها الموت؟ برغم من ان النهاية هنا بيزداد فيها التساؤلات، ولكن اكيد هيتجاوب علينا في الجزء الثاني من الموسم الثاني من المسلسل. بتمنى ان هما ما يموتوش الاحداث علشان خاطر تكمل معانا في الموسم الثالث. وهنا كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش لو انت لسه جديد هنا على القناة تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول، واللايك والكومنتات وبيس.